السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا بنات؟ نتمنى تكونوا بأفضل حال. توحشتكم بزاف 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 بزاف. سمحوا لي بزاف غيبت عليكم، طولت عليكم الغيبة والله. لا توحشتكم بزاف وتوحشت التعاليق ديالكم. المهم كان عندي شي ظروف في القاهرة اللي خلتني اني نبعد عليكم هاد شوية. المهم انا رجعت من جديد ان شاء الله، وكنتمنى يا ربي يا ربي اللي يحشمنا وما نعاودش نغيب عليكم بحال هكا. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا الصفه اللي هي طبق مغربي غني عن التعريف، اللي كيجي لذيذ وزوين وخفيف. اللي غنحتاجو ان شاء الله عندي هنايا نص كيلو ديال الشعريه صفه، الكميه كتبقى حسب عدد الافراد. هنايا درت نص كيلو. غادي نحتاج قليل من زيت المائده، عندي هنايا شويه ديال الكاوكاو مهرمش محمر ومهرمش، ونقدو نديرو اللوز. عندي كمية ديال الزبيب او العنب يابس، عندي واحد ربع كاس ديال الماء زهر، عندي هنايا واحد جوج معالق كبار عاملين مزيان ديال الزبدة العبار، عندي هنايا سكر كلاصي كيبقى حسب الذوق، واحد رشة من الملح وشوية ديال القرفة. نبداو على بركة الله. طبعا في هاد الاثناء اللي غادي نكونو كنحضرو فيها السفة ديالنا، راه درت الكسكاس كيفور، درت الماء باش يسخن باش نديروها تفور. غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت النباتيه باش ما تعجنش لينا وتلصق، وواحد الرشه من الملح رشه خفيفه. صافي غادي نحركها بحال هكا حتى كتلبس مزيان بهاديك الزيت، نبسلسوها مزيان بالزيت باش ما تعجنش. صافي غادي نديرها في الكسكاس ونرجعها ونردها تفور واحد ربع ساعة. ملي طلع فيها التفوير نحسبوها ربع ساعة ونرجعو ان شاء الله باش نشوفو التتمة. بهاد الاثناء اللي رديت السفة كطيب، غادي نوجدو الزبيب او العنب يابس، نديروه فشي كاسرونة بحال هكا. غادي نضيف عليه داك ربع كاس ديال الماء زهر، غادي نضيف عليه واحد راس معلقة صغيرة ديال القرفة، شويه ديال السكر تقريبا واحد معلقه مع مراش ديال السكر، وغادي نزيد عليه الماء ونخليه حتى يطيب ونرجع ان شاء الله باش نشوفو التتمه. هانتوما البنات، من بعد ما فورات ربع ساعه كما قلت لكم، يلا حيدتها من الكسكاس، غادي نبداو نرشو عليها هكا الماء. ما تخافوش راه ما غادي تعجن ما والو، راه حتى سخونه كتشرب داك الماء. صافي وكنحركوها بحال هكا حتى كتشرب داك الماء. نتوما شوفو ما كتعجن ما كتلصق ما والو. صافي كنخليوها حتى تشرب شويه داك الماء ونرجعوها للكسكاس، ونخليوها عاوتاني تفور ربع ساعه ونرجعو ان شاء الله باش نشوفو التتمه. صافي بدات ديال التفويره الثالثه، هانتوما تشوفو حتى هي نفس الشيء. غادي نكب بحال هكا الماء ونحركها فيه، صافي ونخليها تشرب داك الماء، ونعاود نرجعها تفور ربع ساعة أخرى ونرجع إن شاء الله باش تشوفو التتمة. هانتوما بنات كيما كتشوفو، هادي التفويرة الأخرى، هانتوما تشوفو كتجي مفتولة، كديش لا معجنه لا والو، جديده. دابا غادي ندير لها الزبده كما قلت لكم، جوج معالق كبار ديال الزبده. هكا فيها باش تذوب، ونعاود نردها تفور تفوره الاخرى صافي، ونرجعو ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. صافي من بعد ما دات ليها الزبده ورديتها فورات واحد ربع ساعه، كل صفوره كندير فيها ربع ساعه. دابا صافي راه طابت، غادي ناخذ نصف الكميه ديال هذاك الكاوكاو ونصف الكميه ديال الزبيب او العنب يابس وشويه ديال السكر كلاصي، كميه من السكر كلاصي كتبقى حسب الذوق. صافي غادي نحركها كما
كما قلت لكم ممكن اللي بغى يبدل الكاكاو يدير بلاصتو اللوز يقد، اللي بغى واش يدير السكر ما يديروش، بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم او الناس اللي عندهم السكري. من بعد ما خلطتها مزيان غادي ننزلوها في هذا الطبسيل طبق التقديم. يا كتبغي تكال سخونه صافي. من بعد ما نزلت هكا في طبق التقديم غادي ندير هذا الزبيب اللي بقى ولاند هكا في الوسط. التقديم كيبقى حسب الرغبه، غادي ندير بحال هكا قطعه بهذا الكاوكاو. حطيت عصب القرفة تيكون ده هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، وانتم تشوفوا. نتمنى انكم تجربوه، غتيجي لذيذ. كنقدموه مرفوق هكا بتبسلات فيهم السكر كلاصي اللي بغا يزيد السكر. وتيكون هذا هو الطبق ديالنا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وبالصحه والراحه.